احنا لسه مكملين برضو الاحتفال، ومعانا على التليفون الكابتن دينا مشرف، معاها 4 ميداليات، 3 فضية، 3 ذهبية، وواحدة برونزية. مساء الخير يا كابتن، والف مبروك. مساء النور، ميرسي، الله يبارك في حضرتك. في تنس الطاولة، مش كده؟ تنس طاولة، تنس طاولة، ما شاء الله. كلمينا عن مشاركتك في دورة الألعاب الأفريقية، أول مرة تشاركي فيها ولا شاركتي قبل كده؟ لا، دي تعتبر ثالث مرة أشارك في دورة ألعاب أفريقية. إحنا لعبنا البطولة دي 4 إيفنتات، فرق ودبل ودبل ميكس وفردي. الفرق كانت بالنسبة لنا مؤهلة لطوكيو، فكان إيفنت مهم قوي، والحمد لله كسبناه وتأهلنا لأولمبياد طوكيو. كانت ماتش صعب. جدا، لأن إحنا عندنا نيجيريا، يعني هم أقوى منافس، ولعبناهم في الفاينل، فكان ماتش صعب جدا. يعني انت اخدتي 7 مرات بطولة افريقيا؟ يعني بطولة كاس افريقيا مش افريقيا. بطولة كاس افريقيا 7 مرات. الحمد لله. ما شاء الله. طب كلمينا، ايه اللي حبيبك في تنس الطاولة، وازاي قدرتي ان انت تنجحي فيه وتوصلي للميداليات دي كلها؟ والله يعني انا بدأت التنس طاولة وانا عندي تقريبا 7 أو 8 سنين. هو انا اصلا عيلتي كلها يعني تقريبا بتلعب تنس طاولة، بس هو ده مش السبب اللي خلاني اخش تنس الطاولة. هما كانوا عايزين ان انا ابدأ لعبة تانية، بس انا بالصدفه يعني مره جربتها وعجبتني وغيرت بقى كنت بلعب تنس الارضي الاول، وبعد كده غيرت التنس طاوله. بس يعني حبيت اللعبه، فده السبب ان انا لعبتها. بس وكنت متوقعه انك تاخدي فيها ميداليات؟ والله انا يعني من اول يوم بدات فيه وانا يعني بداتها خطوه خطوه. الاول ما كنتش بفكر في ميداليات، كنت بفكر ان انا بس اخش بطوله. بعد ما دخلت اول بطوله حبيت ان انا، لا انا عايزه بقى اكسب ميداليات. فاول ميداليه اخدتها كمان كانت برونز، كنت مبسوطه بيها جدا. بعد كده بدات افكر طب ازاي اخد الميداليه الذهبيه، فاخدتها ستيب باي ستيب. يعني التمرين في تنس الطاوله بيكون ازاي؟ ازاي بتشتغلي على نفسك يوم بعد يوم؟ احنا بنتمرن تقريبا 4 ساعات في اليوم، ساعتين الصبح وساعتين بالليل، زائد كمان تمرين لياقه. فيعني ناس كتير بتفتكر ان احنا مش بنتمرن او مش محتاج ان احنا تكون لياقتنا عاليه، بس لا، احنا بنحتاج تمرين لياقة. فتقريبا بيبقى بمعدل يعني التمرين 5 ساعات في اليوم. وانت مين اللي بيدعمك وبيساندك بقى طول مشوار التمرين والرحلة بتاعتك دي؟ اكيد يعني اولا المدربين، يعني طبعا كلهم كانوا متعاونين جدا معايا يعني من وانا صغيرة لحد دلوقتي، ومامتي وبابايا طبعا في البيت، واخويا بيساندوني جدا وبيدعموني جدا، خصوصا ان هم يعني كانوا برضو بيلعبوا نفس الرياضه، فاكيد استفدت منهم كتير جدا. بس فهم يعني سواء المدربين في المنتخب او في النادي او عيلتي في البيت. يعني بالتوفيق يا رب يا كابتن، وان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في طوكيو. انت رايحه طوكيو ان شاء الله 2020، مش كده؟ طيب التليفون فصل، بس في كل الاحوال احنا بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق والنجاح دايما يا رب.